أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، وصا برادرز اند سيسترز، فيديو جديد. جيت اليوم هانتوما ما كتب والو، هذه غندير واحد الفيديو قديم ما كتب والو باش ندوي لكم على واحد الموضوع اللي ديما كيسولوني في الانستغرام. الوغ كو واحد النهار في اللايف كنت عاودت لي زيتاب ديالو كاملين بالنسبه للي حضروا. لا لا قال زوينين، شحال واحد كيسول هنا مشيت للمطار شنو غندير، ولا هنا وصلت للمطار ديال فرنسا شنو غادي ندير، راه ما وجد والو. يعني داكشي اللي غنقول هو صديقون ليكسبيريونس ديال حق الله ما نكذب عليك. اول حاجه باش كتمشيو للمطار نتوما عارفين بانكم غتجيو واحد الساعتين ولا كاع ثلاثه السوايع قبل، خصوصا فهاد البيك هادي فاش كيكون مرن بزاف، حاولوا تمشيو شويه بكري تما كتعرفوش واش كيوقع. هادي فورا كتبقى واقفين في لاكو بزاف. ملي غادي توصلوا نورمالمون كتكون عندكم هذيك البيه اللي قطعتو، هذاك ماشي بيه، هذاك لا بروفيزوار كتديوه لعند هذوك الناس ديال لونغريستخومون اللي كيكونوا جالسين في العيباس ديالهم. يعني كتمشي بعدا للشركه، كانت لارام كتمشي ليها، كانت شي شركه اخرى كتمشي ليها، كتعطيها داك البيه، كتعطيها الباسبور، كتعطيها كاع دوك داك لي دوكيمون اللي كتسولك، كتقول لك واش عندك شي فاليز، كتقول لها واه، كتهزها كتحطها تما في هذيك الصنطه. المهم كتعبرها كتلصق لك التيكي، وديفو كيعطيوك واحد العيبه كتلصق في لافاليز كدير فيها لي زانفورماسيون ديالك باش لا قدر الله توترات لك هذيك لافاليز يلقاو شكون اللي غادي كونتاكتيو باش يعيطوا عليه. ما عرفتش واش كاع الشركات كيديروها. المهم واحد النهار انا كانوا درا معايا صافي. من بعد كتعطيك هي ديك الساعه واحد البوردينغ باس اللي كيتسمى ديال بحال هكا طويل، هذاك هو الطياره، هذاك اش كيكون مكتوب فيه؟ جوج ديال المعلومات مهمين، هو الوقت والسيت، كاين تجلس كتكون مكتوبه السيت بالانجلي، والجيت. الجيت هي البوابه، هذيك الجيت هي الباب اللي غتدخل منه فاش غتمشي للطياره اللي كاينه في البيست. يعني اول حاجه شنو كتشوف؟ كتشوف الجيت. الجيت باش كتعرف فين كاينه كتبقى متبع لي فلاش ولي بانو طاق جيت ديس كاينه بهذا الشيء وكتكون واحد التلفزيون صغيره تما كتاكد بانك راك في المكان المناسب. كتكون مكتوبه الجيت وكتكون مكتوبه لا ديستيناسيون، كتكون مكتوبه مثلا كازا باري مثلا، وكتشوف حتى الوقت كتلقاه هو هذاك باش تاكد بانك راك كاين في بلاصتك. وملي كتقرب الوقت راه هذيك المراه كتبقى تقول الدائره المتجهه الى تن تن تن، تقولها بالفرنسي ولا بالانجليزي بالشينوي. من بعد كتنوض صافي، دابا جات الطياره، يعني خصكم تمشيو. كتنوض كتبان لكم واحد المراه عاوتاني ولا واحد الراجل اللي هيه واقف، هذاك هو اللي كيدوز وكيبقى يتشيكي هذوك لي بيي ديالكم. ملي كيبوانتيه بهذاك لوتي اللي عنده كيقطع واحد اللعيبه، هذيك اللعيبه هي اللي كتبقى عندك وهو كياخذ هذيك اللعيبه اللي طوال. هادشي نورمالمون راه ولا كاين، زعما تقدر ما تمشيش اصلا عند هذيك السيده اللي في الباباج، تقدر كاع داكشي ديرو في هذاك لو روبو اللي كيكون واقف تما ما علينا. وعاوتاني برا وصلوا واحد اللعيبه اخرين، هو انه ما كتمشيش عند داك الراجل، ولكن خاص يكون عندك باسبور ديال اوروبيان. كتمشي غير كتوقف فواحد لا ماشين كتصورك وكيتحل الباب وكدوز وكتسكاني الباسبور ديالك وكدوز. ملي كتعطيك ديك الورقه الصغيره كتخرج، كاينين دوكا سوا كتكون طياره قريبه يعني كتمشي ليها علاش ليك راهي الطياره كتطلع، ولا كتكون بعيده كتركب في البوس اللي كيديك لهذيك الطياره. اخر انا المهم الصراحه كل مره واش اغلبيه كنمشي في البوس. ملي كتطلع للطياره كتلقى واحد الاستاذ، واحد الاستاذ كيقول لك بونجور مسيو، غتشوف لك هذاك البيي كتشوفو كتقول لك تفضل. ملي كتقول لك تفضل كاينين بلايص هادشي ولهادشي. انا راه كندوي مع الناس اللي ما عمرهم مشاو في الطياره، عارف بلا كاينين الناس اللي مشاو في الطياره عارف. صافي استعلي اللعب. كتلقى هنايا وهنايا وفي كل فوق كتلقى فوق السيت كتلقى A B C D E ولا شي حاجه بحال كون نمره، وانت كتكون مكتوبه عندك في هذيك البي مكتوبه مثلا A 32، يعني خصك تمشي ل A 32، خصك توصل بعدا ل 32 عاد واش تجلس في A ولا B ولا C على حسب شحال من كرسي كاين، شحال من السيت كاين. ولكن هذاك كتدخل كتريح صافي. الا كان الفول فيه الميل اللي كيعطيوك لا بوف اللي كيعطيوك راه كيعطيو عليك، ما كانش فيه سي بون راه ما كيكونش فيه. وصلات الطياره، درجه الحراره تشير الى 5 درجات. سيداتي وسادة ضيوفنا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، معكم الطيار الكسندر اختي. قتلني بلز. كتلبس الكبوط ديالك على العيبات كتهبط، وحاولوا ما امكن نساو كل شيء. عندكم باسبور ديالكم تلوحوا في شي قنت، راه الى الاحتراقات غاليري ديال بصح. بحال واحد النهار دخلت لواحد الطواليت في باريس ودخل واحد خونا غسل وجهه وخلى الباسبور ديالو مشى. انا لله ودعمت الا توتر ليه ما يمكنش يخرج من المطار. شي اسمه باسبور لا بوارتا ما دوش من هنا ما كانش. كومون
حضو معاه مزيان صافي. كتخرج كتلقى خاصك عاوتاني دوز من لادوان، ملي عاوتاني دوز من لادوان كيعاودو يفيريفيو كاع دوك الوراق ديالكم. ما تنساوش بالنسبه للناس اللي غيجيو ما تنساوش تفيريفيو ديك القضيه ديال واش غادي تحتاجوا ديك الورقه ديال مغادره التراب الوطني من عند العماله. انا فاش كنت مشيت كانوا طالبينها، شوفوا هاد العام واش طالبينها ولا لا، ولا بغيتو تحيدوا الشك ديروها راه ساهله، غير كتعطيهم واحد الريزرفاسيون دو بي بانك سفري باغي تمشي وتصويره ديال الفيزا بانها عندك صافي، كيعطيوها لك في العمل اللي تابع ليها انت اللي تابع لاكارت ناسيونال ديالك. من بعد سيدي لادوان كيدوزو هذاك الشيء طاق طاق صافي، كدوز مات كتخرج كتخرج فين غادي تمشي؟ غتمشي لهذيك السانتور ديك الصنطه اللي كدور تقلب على لافاليز ديالك، تمشي وتخلي لافاليز. خاص تعرف اش من سانتور تابعه لهذيك الطياره اللي ركبتي فيها، راه كيبان كلشي في الطابلو، راه كيقول لك الطياره اللي دارت هكا هي السانتور شحال. كتبقى واقف تما مع الناس كيبان لك داكشي كيدير كتب لك الفاليز ديالك لها كدير لها الراق كتجبدها. كاينين دوك العيبات الا كان عندك داكشي ثقيل تقدر تحطو تما وديبلاسي بها داكشي حتى لبرا وتخليها تما، ولا ديرها مع دوك خوتهم. من بعد ديك الساعه اش غدير؟ ديك الساعه سوا غيكون كيتسناك شي واحد غادي يجي يديك، سوا ما كتعرف حتى شي واحد، يعني اش غدير؟ سوا غادي تستعمل استغل الكونيكسيون اللي كاينه تما، سوا غادي يكون عندك الرومين. الرومين هو ديك ملي كتاكتيفي الكونيكسيون خارج البلاد نورمالمون. انا الصراحه كانت خدامه ليا، المهم هي كتشحط كتاكل حتى الصول كتاكل، غير ما تدخلوش بزاف تدخل نيشان الجي بي اس باش تعرف اش غدير. ونورمالمون هادشي راه خصك تكون عارفه مالك في المغرب شنو هو اللي غنائر ليتيني غير فرونسيس دارو اللي غتاخد باش تمشي للدارك ولا باش تمشي لفين ما كنتي. سينو ما عندكش كونيكسيون اطلب شي واحد تقول ليه عفاك بارطاجي لي كونيكسيون دغيا نشوف واحد الحاجه، ولا انت شوف لي هذه الحاجه الا غتبان لك هذيك الحاجه، يعني غتعرف لو موين ترونسبور اللي غتاخد. كان بيوس كان المهم ايفيتيو الطاكسيات الطاكسيات سميتو. بالنسبه للناس اللي غيجي واحد يتسناه وما عندوش كيفاش عيط ليه، يعني ما كانش عنده كونيكسيون باش عيط ليه في الواتساب حيت الاخر نورمالمون خصو يكون على بال. اي واحد سولو قول لي عافاك النمره ديالو واش ممكن تعيط ليه، راه كيتسناني هكا، راه عيط ليه ويكوردوني معاه وغادي تجي. هادو هما المراحل بعجاله، باش نطول في هذا الفيديو حيت داكشي انفو كتحط فيه واخا ما عمرك شفتي المطار كيفاش داير. انفو كتحط في المطار صافي باش تشوف هذا شكيتي في شي لعيبه وعرفتي بان شي واحد غادي معاك في نفس الفول وباينه فيه عارف الطريق، بالك سير من مشاني شان لقيت سير تبعو راه غالبا راه غادي تما. وما عمرك توحل الا سولتي، الا سولت ما تحشمش تسول شي واحد على شي حاجه. نورمالمون هادو هما لي زيتاب ديال الطياره بعجاله. وما تنساوش تتابعونا على الانستغرام، تما غتبقاو تسولوني اشنو بغيتوني ندير وتعطوني فكره شنو بغيتوني ندير في لا فيديو الجايه. راه غنحاول نكثر من لي فيديو هاد الايامات حيت ثقلت واحد شويه. ودخلوا للجروب فيسبوك تاع هو ورجينا عاوتاني فيديوهات نقولوها قولوها قولوها صافي قلتوها جيس فيتست.